صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول هل من يهيج الناس على ولاة الأمور يصف الحكام في المجالس وينشر المخالفات عليهم يعتبر من شابه المعتزلة في خصف من خصالهم؟ هذا أخبث من المعتزلة، هذا من الخوارج اللي يحث الناس على شق عصا الطاعة وعلى تفريق الكلمة، هذا من الخوارج والعياذ بالله. نعم.